بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كيف نجا عمرو بن العاص من محاولة اغتيال مؤكدة؟ ولماذا لقب عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بأرطبون العرب؟ كيف ومتى تم فتح بيت المقدس؟ ولماذا اشترط أهل بيت المقدس أن يكون عمر بن الخطاب هو المتولي لعقد الصلح معه؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. بعد معركة اليرموك انهارت القوى الرومية، وذكرنا أن هرقل قال: سلاما عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. ولم يعد للروم جيش كبير في الشام، بقيت فقط بعض الجيوب الصغيرة، وتفرغت الجيوش الإسلامية الجيوش الأربعة للقضاء على الوجود الرومي. لكن بقيت مدينة بيت المقدس، بقيت أيضا بعض المدن الساحلية، لكن اتجه المسلمون إلى بيت المقدس لما لها من مكانة دينية وروحية، فهي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولى القبلتين. وهؤلاء الصحابة الفاتحون، منهم من أدرك الصلاة إلى بيت المقدس من قبل، ومنهم من أدرك الإسراء والمعراج. كان الجزء الجنوبي من الشام، وهو جزء فلسطين، تحت القيادة المباشرة لسيدنا عمرو بن العاص، فكان جيش عمرو بن العاص هو أسبق الجيوش الإسلامية إلى حصار بيت المقدس. وفيما بعد تخلصت بقية الجيوش من الجيوب التي كانت تناوئها، وفتحت بعض المدن، ثم استدارت لتلحق بحصار سيدنا عمرو بن العاص وتدعمه في حصاره لبيت المقدس. بيت المقدس كان يحكمها أمير من أمراء الروم مشهود له بالذكاء والدهاء، وهو طبعا اسمه مشهور، اسمه أرطبون، ولذلك حتى يطلق على الذكي الداهية أنه أرطبون. ولما علم سيدنا عمر بن الخطاب بأن المتولي لحصاره هو عمرو بن العاص، فقال: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. وأن سيدنا عمرو بن العاص طبعا معدود في الدهاة العرب، وكانوا يقولون دهاة العرب أربع: معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن العاص، وزياد بن أبي. عمرو بن العاص ظل محاصرا لبيت المقدس، وتذهب بينهما الرسائل بينه وبين أرطبون في داخل بيت المقدس، ولكن الرجل لذكائه ودهائه لم يكن يعطي أجوبة شافية، فصار عمرو بن العاص لا تشفيه الرسائل ولا تشفيه ما يأتي به السفراء، فقرر أن يتنكر وأن يدخل بنفسه إلى بيت المقدس لكي يفاوضه بنفسه باعتبار أنه رسول. فلما دخل ووصل إليه وحاوره وجرى بينهما حديث، شعر أرطبون الروم أن هذا هو عمرو بن العاص متنكرا، أو على الأقل هذا هو الذي يأخذ عمرو بن العاص برأيه، فعزم على اغتياله، وأرسل إلى بعض حرسه أن ينتظرونه في مكان عودته فيقتلونه. قال: فإني لو قتلته فلا يصاب العرب بمصاب مثلها. وكان من دهاء عمرو رضي الله عنه أنه شعر بهذه المكيدة، فكانت الجلسة الأخيرة بينه وبين أرطبون الروم، قال له: يا أيها الأمير، قد سمعت كلامك وأعجبني ما قلت، وأنا واحد من عشرة أرسلنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كي نكون معاونين لهذا الأمير عمرو بن العاص، فلا يقطع رأيا إلا بوجودنا، فلو أنك رضيت بهذا فإني قد آتي لهم بك فنجلس ونتحاور، فإن استقررنا على أمر لا يسعه أن يخالفنا. فهو هكذا أعطى أرطبون الروم فرصة أخرى لكي يقتل مقتلة عظيمة من دهاة العرب. فأرطبون الروم يعني أرسل إلى صاحبه هذا الحارث وقال له أن يمتنع عن قتله، وبهذا استطاع سيدنا عمرو بن العاص أن يخرج سالما، ولكنه قال:
والله لا أعود لمثلها، لأنه القائد إذا يعني قتل فينهار الجيش. ثم علم أرطابون الروم فيما بعد بأن هذا الذي كان عنده هو عمرو بن العاص فعلا، وأن ما قاله له إنما هو من جملة دهائه وخديعته له، فشهد له وقال هذا أدهى العرب. ولما بلغ عمر بن الخطاب ما فعل عمرو بن العاص فقال غلبه عمرو، غلبه عمرو، لله عمرو، لله عمرو، يعني مدحا له. وتوالى الحصار حول بيت المقدس، خلاص انقطعت الإمدادات، لا توجد هناك جيوش رومية، إلا أن أهل بيت المقدس طلبوا من عمرو بن العاص أن يعقدوا صلحا على نحو ما كان في المدن الأخرى التي قطعها المسلمون، خصوصا وإن الجيوش الإسلامية قد توافدت وصار الحصار حول بيت المقدس كبيرا، لكنهم اشترطوا أن لا يكون المتولي لهذا الصلح إلا عمر بن الخطاب نفسه. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بهذا، فقرر سيدنا عمر أن يحضر بنفسه فتح بيت المقدس وأن يتولى بنفسه كتابة الصلح له. وبالفعل حضر سيدنا عمر بنفسه رضي الله عنه إلى بيت المقدس، وكان هو المتولي لعقده. طبعا استقبله القائد العام لجيوش الشام سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح، ومعه بقية القيادات، لأن طبعا الشام كان في ذلك الوقت فيه القيادات الكبار، القادة الكبار، عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء تلقوا سيدنا عمر رضي الله عنه. وهو في هذه الزيارة رتب أمور الشام، خططها الإدارية، يسمى هذا بمؤتمر الجابية، المكان الذي اجتمع فيه سيدنا عمر بالقادة والذي رتب فيه أمور الشام، قسمها إلى وحدات إدارية ووضع سياستها المالية العامة ووضع الصلاحيات الموجودة للقيادات المتولية لهذا الأمر، وما يكون في شأن الغنائم بين ما يوزع على المقاتلة وما يحمل إلى المدينة وغيره. المهم أنه وقع العهدة العمرية مع أهل بيت المقدس، وهي العهدة التي سارت في التاريخ مسارا كبيرا، وكانت من أهم الدلائل على تسامح المسلمين، ولا تزال حتى الآن وثيقة كبرى في حفظ المسلمين لعقودهم مع البلاد المفتوحة. فكان نص الوثيقة العمرية كالآتي: هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسه ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم من اليهود، وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنه، ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم فإنهم أمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان. وعرض عليه بطريرك الكنيسة في القدس، عرض عليه أن يصلي في المسجد، أن يصلي في كنيسة القيامة، فقال سيدنا عمر: لا، كي لا يأتي المسلمون بعدي فيتخذونها مسجدا ويقولون ها هنا صلى عمر.
فصلى فيما بعد في الموضع المعروف الآن بمسجد عمر رضي الله عنه. وبهذا كان هذا الفتح الفريد في تاريخ المدينة. فالمدينة المقدسة كانت الفتوحات التي عليها هي فتوحات دائما دموية، إن دخل الفرس قهروا الروم وعاونهم اليهود على قهر الروم، ثم إن دخلهم الروم فطردوا الفرس كان الروم يتناولون اليهود بالذبح والعذاب والنكال أيضا. فكان هذا الفتح هو الفتح الوحيد في تاريخ المدينة الذي كان بلا دماء، وأسفر عن هذا التسامح الكبير بين الطوائف المختلفة داخل المدينة. وبفتح بيت المقدس يكون المسلمون قد استنقذوا المدن الثلاثة المقدسة، طبعا مكة والمدينة ثم بيت المقدس، واجتمع في الأرض الإسلامية ما جعله الله تبارك وتعالى موضعا مباركا، وذكر فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وصار الشام من ذلك الوقت شاما مسلما، قطعة عزيزة غالية من أرض الإسلام، وهو كذلك إلى يوم القيامة، فإن الله تكفل بالشام. وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام سيكون دار إسلام وإيمان إلى يوم القيامة. لا تحسم المعارك بمجرد القوة، وإنما أيضا بالذكاء والدهاء والتدبير، وقد رأينا في قصة أرطبون وقول سيدنا عمر بن الخطاب لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، كيف استطاع عمرو بن العاص في دخوله أن يفهم تحصينات المدينة وأن يفهم من صاحبها ما يعينه على فتحها، وأن يستعمل ذكاءه في أن ينجو من الفخ الذي كاد أن يقع فيه. الأمر الآخر هي قولة سيدنا عمر رضي الله عنه وهو قادم لعقد الصلح مع بيت المقدس، قالها لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر وعمر وأبو عبيدة وسائر من حضروا هذا الفتح لم يكونوا بغير الإسلام شيئا مذكورا، ولولا الإسلام ما كان لهم أن يكونوا لا سادة الدنيا ولا ملوكها، ولا استطاعوا أن يفتحوا من هذه البلاد شيئا. الإسلام هو الذي يسكب علينا من قوته فنزداد به قوة ونزداد به شرفا حين نحمل رسالته، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن حملنا الكتاب فصارت مسؤولية وأمانة، لكننا لن نعلم قدر ما نحن فيه من شرف ولا قدر ما ينتظرنا من مسؤولية لو لم نؤمن بأننا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.